Asian fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. كدب كدو واقستي قوني ستاكا جمهوريد دي سومان لان لغاقا لواقين مغالي ده برعو كون ساقال بغولي يوكوبي ساقاشنكي وحو وقتكا تلادة دلك قعان تكوها يالله نحريستي عبد الرحمن أحمد علي وها مدحوني يوغوري سومان لان وح مدحوني كوحقين وها حسن عيسى جامع مددا سو قيب كمدلغو نولا حسلوني سياسة دي أمني بلسم مدير كدب وحو دلكو قلي دقال سوكيو مدد سعدي بلشدنا دبو مدام أي حكومة داسية هيد متاكد إذا كوبية هي بلسي بلشدو كوكل صونيد بلا سومان لان وحي سويدين عدي كوهرين لهيد وريتشن تهوبكا أو كل ديرتا يدو الظروف بدن يكو قداميين دلكا وان لهوبين مستقبل كنبيت قليو اي وقت قاس تشري الله نحرستي سلطان محمد سلطان فارح ايا مارن تاسوغو بلان قادم دوحين عقال ان بيشي سو نغون دون تو بيشي وغو هر ريسا ايسو وريجن دون تو هوبكا يسان دا ملتري اي قعان تاكو هستان محمد كوسار عبد الله هو كم دها سراكيشي اسنم انكو بوغدي غورغيس اسغو حنونو جيفا اي ايغا شيكي سببتي يدو دي وريجنت هوبكا ارنتو وحي هاي جبهت خير ولي با ولي هي دبيتنا ميل ول برهر برهر دحو امبا ايغو غودو دي با ايس دحان ايش عيدمدو او بدناي waxaan ugu dhashay markaasi anaga hadii aanu nahay beesha arab hadaanu nahay waxaan ugu dhashay dadku amaha soo xareeyay ciidamada ambayu soo xareeynin inagu inaanu ciidanka xareyno oo hadii ay baxoon ka dilayahay dawladda koorajno maxamed haaji ibraahim ciigan oo madax ka ahaa madaxweyne ku xigeenkii sano uu ahaa abdurrahman oo farax in abdurrahman أو علي فرح وأها تبى توحد عذين سلطان محمد نويمد سراكيشي عرب إفرا بدنيت النجواه إيوه قولوا وسيرة يدايب أو وسيرة محمد أحمد طيب أو وسيرة يقول آدم طول أو وسيرة أيه نويمد سراكيشي يدي يددوينها يجي كله مركي أي نويمد يا سلطان محمد لين عنا وحكاها هجاميها باشا لين عنا مشاهد بوكاها يدكو وسهرية صقلي أيو كاها سيو ولا عادن دور البا
سراكيش يدي ولا سوي يا ريت بتنا صنعاني هيدا موينها كل كله سوي يا ريت وحيران عين كان كنا ولا نكرم منه بيل هنا خير ولا بعيدا بولي هاي توانا لك على بقنا يا إني ولا بعيدا بوها يستا عيدا كنا إنه حرينه هي نلتها يا محي إذا نلتها تبعتنا وحنو كوكو عن سنين إنا نحرينه عيدا كي يسوقو يسكودن أو أنا عدنا كبقنا هين هدانو نهاية المشاهدين تي يبش عرب متور سيدو كلا حسن أحمد وبحلي حسن جنيو سنا كم إذا هاسراكيش يجيب هدي أسنم أيا يجو ورم سيدو يجو قن عين وريشن تهوب كي هيين يسيدو يقيب جل الهاين لسمها عيدا ما وقرن كي يلندونو قيل دام بال الشيدي ما دحدي مركات شوفتين عيال هرمود كا الشيدي وشيدي إن إذا ماذا عدي أخرين دون الله سين دونه بلاد عالمية أبل قدنا لوغا ديك دونه بلاد عالمية هو شيء أرسي أسلي دو أدو قيمة لأي هاي شكرا أوغي وحان نيسو نما نغو دورنينا وحانو نمي سلطان محمد سلطان فارح سلطان محمد سلطان فرحوها نكي كليها اي اورو كتشفاتي كتري وح سلطانا وان اسو تقني عمنا قاك اسو هرريني دور سركالا نوهين با اسو هرريي لما وسيرو دولي دا كاميدها او طيب ايو قوله الله يرحمه كاميدها بانو ثيرنا اجي تبال فكروغني وان فكروغني aan fukrugnay waxaan ku ka tashanaynaa inay noogu horeeyno cid hubka dhigta aanu abaabulo noogu horeeysino inta dhisu tagno in masuulimahan arti waxaan fukrugnaba sultan maxamed sultan farax yar ku dhawaaq inaga xareeyne hubka qaybta tobnaad ba xareeyneysa kulanka dawladdiisi iclaami ku dhawaaq labadii February 1994 abaar sagaalkii iyo barkii subaxnimo ayaa gudoonka Sancaani ku soo wareejiyeen hubkoodii Hargeysa Stadium oo isugu yimaadeen dadweyne aad u tiro badan oo goobjoog ka ahaa hubka dhigistii gudoonka Sancaani sidaasna ay ku mutaysteen billadii gubnimada iyo haybada ay maalintaas lahayd oo madaxweyne Ciigaal Allahu naxariistay ugu ballan qaaday balse waayadan dambe marka la xusay aasaaska ciidamada Soomaaliland aan la soo qaadin beeli ku dhiiraday inay hubkoodii ku wareejiyaan xukuumadii jirtay ee ramadii dalka soo xoreeyay hubkii ay caruurta qabsadeen ay mudaniyihii gacanta ku hayeen inay maanta ugu horeysa ay xafladda tan hubdhigida ay ku wareejiso سنعالي حنوان عيواد مرتين كسر نوال عطاب مانتا وقر ريسان وقر كتبتان ياريسي يتقن كمينا الوريسي وشان عرفوني بعمل الله الله أسر المانتا حضي على يحن صلح حسابين أيوم ايو احلى ويدين أيوم ايو احلى قسو أيوم ايو اللي ايو محاد هل كانوا هاشي ويدين محاد هل كانوا حوقا نوا ايو ايو تحيطا ايام حسابين الله يبارك فيك سيجارة يمكن يكون لا بين أيام إلى مدني ماذا كوكا إلى مدني ماذا عشرة إنسان غير كلامك ما تدري تدري ما هي كأي شيء ما هي تدري ما هي إن جاي كبر ما هي كم كبر ما هي
madaxweynaha ee maalintaasi aad arkayseen oo lahayd dhinacyo badan ayaa haddaba aad uga muraaqoodeen mujaahidiinta afraad, taasi oo ay yidhaahdeen wax kale lamaanaan maqnayn ee dayactirka baabuurtayada iyo xagga farsamada uun soo wada qaadi kari weyne hubkii ayaa arrintaasi sababay. Haddaba bal iyagii oo hubkoodu uu aad ugu badan yahay ay kula jiraan guutooyinka ugu hubka badan leh, iyagii oo iswada daba socda waa kuwan oo ka cadhaysan oo leh naga raalli ahaa. Halkii ay hubka ku urursan jireen amaba ay deganaayeen maalintii hore way ka habsaameen, laakiin hubkooda oo aad u badnaa waxa ay qaateen ilaa iyo saddex cisho inta ay ku diyaar garoobayeen. Baabuuro badan ayaa ka naafta lahayd amaba u baahnayd waxyaabaha spare partska la yidhaahdo, ama tyre fadhiya ama batterigo ka fadhiya. Halkaasoo dhammaanba dadka reer Hargeysa ay isugu wada tegeen si ay ugu sameeyaan spare partska iminka baabuurka halkaa kasoo jeeda ee BM-ka waxa weeyaan 24 dhuumood, laakiin baatarigiisa ayaa ka maqan si aan ciidamada afraad aanay cidi ama uga kaxaysanayn ayay baatariga uga saareen. Marka baabuurkan ka horeeya ee Mercedeska ayaa jiidaya. Hubka ugu badan ee ay dadku haystaan amaba ay ururadu haystaan waxa ugu badan ciidankan afraad, marka waa halkay isku wada sugayeen ciidamada afraad waxa weeyaan ciidamadii xoreeyey ee maalintii ugu soo horeeyey soo galay Hargeysa. Halkan way isku wada sugayaan ciidamadana waa ciidamadii ay wateen Axmed Dhagax iyo gacmo dheere Ilaahay naxariistii jannaha siiye. Maantana waxa ay ku wareejinayaan ciidamada dowladda ayay ku wareejinayaan wixii ay hubhayeen. Muddo ayay had iyo jeer qaadataa in ay kusoo diyaar garoobeen ciidamadan afraad, sidaan horeba idinku soo sheegay, iyaga oo ay baabuurtu in badan ku xareysnaayeen xeryahooda, taasi oo maalintii ugu horreysayna dowladdu ay siisay waqti aad u yar oo aanay kusoo diyaar garoobeen. Laakiin maanta mushaaradda aad maqlaysaan iyo waxa oo dhan waxaa loo tumayaa ciidamada afraad. Ciidamada afraad iminka si fiican ayaad wada arkaysaan sida ay baabuurta u wada saaran yihiin, ayaad arkaysaan hubkoodii wakaa waddadani waxa weeyaan waddada dheer ee isku xidha Hargeysa iyo ilaa iyo Gabeley Boorme. Halkan aan joognaana waa halkii dhalinta u dhaweyd ama
xaafadii berigii hore la odhan jiray boqol jiroon iminka ahayn ood arkaysaan waxa daara ka dhisan. Haddaba xaafadoodii waa kaa ciidamada aada wada arkaysaan iyagoo baabuurta wada saaran waxaanay ku socdaan gegida kubadda ee cagta, halkaasoo ay dowladdu kaga guddoomi doonto hubkii ay hayaan ee ay waddanka ku xoreeyeen. Waxa weeyaan madaaficda goobta, kuwa laydhaa in hore idinku soo sheegay, waana qori dilaaya oo aanay waxba ka baxeen ama faqashta lagu dilay. Ciidamada afraad oo keenay hub aad u badan oo u badan anti-tank iyo anti-aircraft wuxuu haddaba maanta qorshaha sida loogu talagalay dadka oo aad u badan oo la sii qorsheeyey mar dhow waxaa idiin tirin doonaa hubka halkan wada yaala sarkaal sare oo ka tirsan madaaficda goobta Ismaaciil Shaqale. Mar dhow iminka waxaa la sugayaa inuu madaxweynuhu yimaado, deedna madaxweynuhu markuu yimaado deedna khudbadiisa ayaadin caadi u wada daawan doontaan isagoo ka horeyn doona Ismaaciil Shaqale oo hubka. Go, 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 go
عسكر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على
الحاجي إبراهيم عيال تقدر الله دورته إرجعي بمعنى وحي وحي الموجسي وحي أقوى حي هي أحي إلي سوكو لديفا سوكا أي ديفي سلو دعي وحساري إسرائيل بصدق كرا أي نودين وحزايا أي وحوية واجبة أي واجب كرا كسوط أحلام ساغتها لنصور دعي الأورنما وحان لا يا غي دعين كنت عايزتي ايها المعنطة هكذا انك قلت عايزتي من قال سبوعي اله روح مطور كي سيرا الى كده اما ايها سيرا الى كده ساتة المعنطة كنت عايزتي هي تبقية قوتية هي قوية قوتية مثل الله ومهدية ملعوينها طبعا تسلسل اياه ايه من ظلم ملعوينوية سواء يدير الكريم وانا اعتنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام معمول انا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحوالي محمد ابراهيم عيال وكنت هذه الدنيا صوره شرعه طوافي وحاولت الحكومه سنه في سبع حكومه سنه كرام الصلاي كرام يعني كرام الصلاي كم كانت لا تقرأ وحن ترى قوة كينا وحن ترى قوة كينا إن حقوق كرام يعني مقدس كاشف السيدين لا وكفى عن السرير نور مصيري أيضا
Thank you.